قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم. لا تذرن أي لا تتركن ولا تدعن آلهتكم أي معبوداتكم. ولتعلم أن ذكر الآلهة في كتاب الله عز وجل لا يلزم من ذكرها أنها معبودة بحق، فإن المعبود بحق هو الله عز وجل، وما سوى عبادته فإنها آلهة معبودة بباطل. ولذا ذكر عز وجل آلهتهم ووصفها وسماها بأنها آلهة، لكنها آلهة باطلة. ولذا قال تعالى: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. قال تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.